جينا من مدينة بني ملال باش نشاركوا في ستاند اب. كما كتشوفوا الاجواء هنا جد هائله وكثرت واحد الوفد كثير من المشاركين الشباب، الطموح ديالهم هو الفوز بهذه المسابقه. قال لك واحد السيده مشات عند ولدها للمدينه، ملي بغات ترجع للدار قال لها امي راه قطعت لك البلاصه قداميه في الكار، مشات ويدرك في بلاصه الشيفور، جا عند الشيفور لا الوالده راه بلاصتي هذه لا راه بلاصتي قطع لي ولدي، نوضي ما نوضش نوضي شي ساعتين وما كيتخافضوا معاها. ويجي واحد السيد مالكم مع السيده، قال لي راه بلاصتي وانا الشيفور، ناض هضر معاها ناط من بلاصه الشيفور تريح في الصف اللي حداه. قال لي او ساعتين وحنا كنتخافضوا معاها، جيتي انت بالزربه قلبتي لها؟ قال لها راك ثلاث صف غادي غدا وثلاث صف غادي اليوم. الدراري عندهم ما يقولوا لا البنات لا الاولاد، عندهم ما يتقال، خاص غير اللي يشد بيديهم ويعطيهم فرصه فين يبانوا. والجمهور المغربي متعطش انه يتفرج في برنامج 100% ضحك، وفوالا كنشجع كاع الدراري اللي شاركوا والله يسهل على كل شيء. اكتشفت الموهبه ديالي 10 سنين هادي في دار شباب نيت، كنت في الجمعيات، اكتشفت بان في الضحك عندي مع المسرح مع تجسيد الادوار والشخصيات، وبديت كنكتب سكيتشات وكدير الكوميديا. احسن كوميدي كيعجبني عندي ايكو حسن الفد هو النمبر وان. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا اليوم للفندق الموحدين صراحه باش نشاركوا في هذه المقابله هذه. صراحه المسابقه ديال ستاند اب يعني عطات فرصه للشباب باش يبينوا على المهارات ديالهم. ايا حتى صاحبي لا كيسوش تبي دير لي رزقي ولا شنو؟ واه مشكله هذه، والله ما تحط لي رزقي حتى انا نجبد البرقه نعطيك الراس. قمنا في الصباح ونعيش الارواح، هيه قمنا في الصباح ونعيش الارواح، هيه. الهدف ديالي من البرنامج هو ندوز، ماشي هدف هدف واخا نفشل ما عنديش مشكل، المهم ندوز في هذا البرنامج والمكتب من عند الله مرحبا به. المشاركه من هذا البرنامج داكشي اللي عندي بغيت نعطيه لهم وما يبقاش مخبي. الفنان الوحيد اللي تنعشر فيه وتيعجبني بزاف هو حسن الفن. ان شاء الله انا محدد الاعاقه ديالي، وان شاء الله باغي نبين للمجتمع بان المكفوف بحاله بحال المتساوي. واللي هذا اللي كارثي نوري ستارسي، واللي قاس لي بابي نوري جوابي، واللي حد اللي قاس لي باسي نور لي باسي. الهدف ديالي هو نبان ان شاء الله بحول الله ونتعزل من الناس الاولين اللي غاديين يدوزوا. الفنان ديالي المفضل اش غنقول لك اخويا هو صويلح. اصلا بغي ندوي على الصنداله، هاد الصنداله اللي كيعجبني بها هو واحد نسيبي، هادو صنداله بها الويفي، بقيت غوت خديت الكود وليت نتكونيكت عليه مع بنتو، ساعة ما صدق لها ولا بنتو لك والله يخليها سلعة. نشارك حيت كيعجبني هادشي وكنرتاح فيه بزاف، كندير كوميديا مسرح كلشي، أي حاجة كنغني كلشي كنديرو. انا كتعجبني دنيا بوطاز. شاركتي لي انني انا العائله ديالي والاصدقاء ديالي هما اللي زعموني. الزلاطي عطب ايكوي في القليب خلاني معذب ضربني الى الجيب.